تحدث سيفين فان دونبرغ المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي عن مواجهة الزمالك القادمة أمام معبد بركان المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال سيفين فان في تصريحاته عبر قناة الحياة عن مباراة الزمالك ونهضة بركان بالإياب: مباراة صعبة لأن نهضة بركان لديه سجل رائع في بطولة الكونفدرالية، والزمالك أدى بصورة جيدة في المغرب ولديه فرصة في مباراة العودة، والفرص ستكون متساوية بين الفريقين في القاهرة. ووصل أيضا: مباراة العودة على أرضك ووسط جماهيرك ستكون ميزة كبيرة لفريق الزمالك. الجماهير المصرية تعطي دفعة قوية لفرقها، هناك فرصة رائعة للزمالك في المباراة النهائية. وأضاف أيضا: نهضة بركان يمتلك لاعبين مميزين، سيف الدين الجزيري هو اللاعب الذي يمثل خطورة في الزمالك ويمتلك القدرة على حسم المباراة، وكذلك شحاتة في وسط الملعب منظم جيد. وأوضح أيضا: صعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي إفريقيا الأخير، فريق رائع خلال السنة الماضية وحقق مباريات جيدة، ويستطيع الترجي أن يجاري الأهلي، ربما تكون نتيجة لقاء التعادل السلبي في تونس. وتابع أيضا: الأهلي لديه فرصة للفوز بدوري أبطال أفريقيا بنسبة 60-40%، أفضل فريق هو من يصل إلى النهائي، صن داونز من أفضل الفرق في قارة أفريقيا في السنوات الأخيرة، ولكن إن تحدثنا عن النتائج يأتي الأهلي.